الغواصة اللي نزلت تشوف تايتانيك ومش لاقينها؟ ما شفتش؟ تعالى. يوم الحد نزلت الغواصة تيتان عشان تستكشف أعماق البحر وتشوف حطام السفينة تايتانيك، وكان جواها 5 أشخاص، ملياردير بريطاني ورجل أعمال باكستاني وابنه وعالم فرنساوي وصاحب الشركة اللي عاملة الغواصة تيتان، وكل واحد فيهم دفع $250,000 عشان يطلع في الرحلة دي. وبعد ما ابتدت الرحلة ونزلت الغواصة تحت في المية ساعة 45 دقيقة بالظبط، وكان انقطع الاتصال بيها واختفت. الأكسجين في الغواصة بيكفي 4 أيام بس، يعني النهاردة الخميس هو آخر أمل ليهم. الغريب ان الغواصة اللي متكلفة ملايين ما فيهاش غير زرار واحد بس جواه اون واوف، وبيتحكموا بيها عن طريق دراع بلاي ستيشن رخيص، وكمان هي ما خضعتش لاي اختبارات من اي جهة عشان يتأكدوا ان هي صالحة تقوم برحلة زي كده. يوم الاربع اجهزة السونار لقطت كده خط منتظم كل نص ساعة، وشاكين ان هي تكون من الغواصة. المشكلة كمان ان حتى لو الغواصة عرفت تطلع لوحديها للسطح مش عارفوا يطلعوا، لان الغواصة بتتفتح من بره مش من جوه، يعني هم محتاجين حد يخرجهم. فرنسا بعتت روبوت يقدر ينزل لعمق 6 كيلو عشان يدور على الغواصة تيتان، واول ما يلاقيها يربطها بسفينة على السطح عشان تجرها وتطلعها بره. الغريب ان الخمسة اللي طلعوا الرحلة دي بيجامروا بحياتهم ان هم يركبوا غواصة ما فيهاش غير زرار واحد اون واوف ودراع اتاري بايظ من العتبة. تفتكر هيقدروا ينقذوا الغواصة تيتان ولا مصيرها هيبقى زي مصير تايتانيك؟